لو اشتريت منتج غذائي غير مطابق للمواصفات أو تسبب لك في مضاعفات صحية؟ تأتينا المنتجات الغذائية من شتى أنحاء العالم، وقد تقطع آلاف الأميال من المزرعة إلى أن تصل إلى مائدتك. خلال هذه الرحلة الطويلة، ضمان سلامة وجودة الغذاء أولوية صحية عمومية. أهلاً بكم في بذرة. الغذاء السليم هو أساس أي نظام غذائي صحي، فالأطعمة غير السليمة والملوثة تتسبب في الإصابة بأكثر من 200 مرض تتراوح ما بين الاضطرابات المعوية والسرطان. كما تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وجود 600 مليون شخص بواقع شخص واحد تقريباً من أصل كل 10 أشخاص في العالم ممن يتعرضون للأمراض بعد تناول طعام ملوث قد تسببت فيه الفيروسات والبكتيريا والطفيليات أو المخلفات الكيميائية والتي قد تصل مضاعفاتها للموت، فهي تؤدي إلى وفاة 420 ألف شخص سنوياً، ما يثقل كاهل الصحة العمومية ورفاه الأفراد والاقتصاد. في عام 2008 أدى تلوث حليب الأطفال بمادة الميلامين إلى إصابة 300 ألف طفل وموت 6 منهم في الصين وحدها، وهي مادة كيميائية شائعة الاستخدام في التغليف. وأما في عام 2011 انتشر فيروس الإشريكية القولونية المعوية النسفية في ألمانيا، واللي ارتبط ببراعم نبات الحلبة، حيث أبلغ عن حالات في 8 بلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية وأدت إلى 53 وفاة وخسائر اقتصادية بالغة. في عالم العولمة أصبحت سلسلة توريد الغذاء أطول وأكثر تعقيداً، ما قد يعرض الأطعمة للتلوث في أي نقطة من نقاط عملية إنتاج الأغذية وتوزيعها. لذلك تقوم البلدان بمراقبة المنتجات للتأكد من مطابقتها لمواصفاتها الوطنية من خلال تنفيذ استراتيجيات الرقابة على الأغذية استناداً إلى تقييم الأخطار في كل مراحل السلسلة الغذائية. فما هي الجهة التي تنظم العلاقات بين الدول في مجال سلامة وجودة الغذاء؟ هيئة الدستور الغذائي هي جهاز مشترك بين الحكومات ينسق المواصفات الغذائية على المستوى الدولي، ويهدف إلى حماية صحة المستهلكين وضمان اتباع الممارسات السليمة في تجارة الأغذية. سلامة وجودة الأغذية هي عنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، اللي تعتمد على الاستيراد من الخارج في تلبية 80 إلى 90% من احتياجاتها الغذائية. وتعمل اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية من خلال المعنيين من الجهات الاتحادية والمحلية على تفعيل العديد من التدابير للحفاظ على سلامة الأغذية وتطوير آليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة والتي تشمل هذه التدابير. القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، وإنشاء النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية، بالإضافة إلى الرقابة على الأغذية المستوردة لأغراض غير تجارية. وفي أبوظبي تقوم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بإجراءات الرقابة على الأغذية وضمان سلامتها وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك، وتشرف الهيئات البلدية المحلية في كل من إمارات الدولة على متطلبات سلامة الأغذية وخلوها من المضار، والتأكيد على وضع ملصقات غذائية صحيحة عليها وتوضيح تاريخ صلاحية الاستهلاك من دون أي تلاعب، من خلال القيام بعمليات تفتيش عشوائية على جميع محلات المواد الغذائية والمطاعم لضمان جودة الأغذية المقدمة والتأكد أيضاً من صلاحيتها للاستخدام. ضمان سلامة الغذاء ليست مسؤولية الحكومات وموردي الغذاء فقط، فحتى أنت كفرد في المجتمع تستطيع المساهمة في ذلك. كيف؟ بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، من المهم
أن تعرف الغذاء اللي تستهلكه من خلال قراءة بطاقات التوسين الموجودة على أغلفة الأغذية وتحديد اختياراتك على أساس هذه المعلومات، والتعرف على الأخبار الغذائية الشائعة وإعداد الأغذية على نحو آمن في المنزل. فيجب عليك فهو طعامك جيداً وأن تحافظ على النظافة، ولا تنسى أن تفصل بين الطعام الني والطعام المطبوخ، بالإضافة إلى إبقاء الطعام في درجة حرارة مناسبة. وكما يقال الوقاية خير من العلاج، فالتأكد من سلامة وجودة أطعمتنا ووضع الأسس والإجراءات التي تضمن ذلك على طول سلسلة التوريد الغذائي ستوفر لنا حياة أكثر صحة وازدهار للمجتمعات. دمتم بحفظ الله.